أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الإمام السيوطي رحمة الله عليه: قال الله تعالى: وهو رب العرش العظيم. وقال سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض. ورد عن وهب بن منبه أنه قال: إن الله تعالى خلق العرش والكرسي من نوره، فالعرش ملتصق بالكرسي، والماء في جوف الكرسي، وحول العرش أربعة أنهار: نهر من نور يتلألأ، ونهر من نار تتلظى، ونهر من ثلج أبيض تلتمع منه الأبصار، ونهر من ماء، والملائكة قيام في تلك الأنهار يسبحون الله تعالى، وللعرش ألسنة بعدد ألسنة الخلق كلهم، فهو يسبح الله تعالى ويذكره بتلك الألسنة. وروي عن سعد الطائي أنه قال: العرش ياقوتة حمراء. وروي عن مجاهد أنه قال: ما أخذت السماوات والأرض من العرش إلا كما تأخذ الحلقة من أرض فلات. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: خلق الله أربعة أشياء بيده: آدم والعرش والقلم وجنة عدن، وقال لسائر الخلق: كن فكان. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: إن العرش مطوق بحية، والوحي ينزل في السلاسل. وروي عن الشعبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العرش من ياقوتة حمراء، وإن ملكا من الملائكة نظر إليه وغلا عظمه، فأوحى الله إليه: إني قد جعلت فيك قوة 70,000 ملك، لكل ملك 70,000 جناح، فطر. فطار الملك بما فيه من القوة والأجنحة ما شاء الله أن يطير فوق، فنظر فكأنه لم يسر. وقال مجاهد: ما موضع كرسيه من العرش إلا مثل حلقة في أرض فلات. وروي عن الربيع بن أنس في قوله تعالى: والسقف المرفوع، قال: هو العرش. وفي قوله تعالى: والبحر المسجور، قال: هو الماء الأعلى الذي تحت العرش. وأخرج أبو الشيخ عن حماد أنه قال: خلق الله العرش من زمردة خضراء، وخلق له أربعة قوائم من ياقوتة حمراء، وخلق له 1,000 لسان، وخلق في الأرض 1,000 أمة، كل أمة تسبح الله بلسان من ألسنة العرش. وروي عن محمد بن علي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكرسي لؤلؤ، والقلم لؤلؤ، وطول القلم 700 سنة، وطول الكرسي حيث لا يعلمه إلا العالمون.
وروي عن الربيع بن أنس رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: وكان عرشه على الماء، قال: لما خلق الله السماوات والأرض قسم الماء الذي كان عليه عرشه قسمين، فجعل نصفه تحت العرش وهو البحر المسجور، فلا تقطر منه قطرة حتى ينفخ في الصور فينزل مثل الطل فتنبت منه الأجسام، وجعل النصف الآخر تحت الأرض السفلى. وروي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. وأخرج ابن جرير عن الضحاك أنه قال: كرسيه الذي يوضع تحت العرش، الذي يجعل الملوك عليه أقدامهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الكرسي موضع القدمين، وله أطيط، والعرش لا يقدر أحد قدره. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لو أن السماوات والأراضين السبع بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعض ما كنا في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة. وأخرج ابن المنذر عن السدي أنه قال: إن السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش، وهو موضع قدمي سبحانه وتعالى. وروي عن مجاهد أنه قال: بين العرش وبين الملائكة 70 حجابا، حجاب من نار، وحجاب من ظلمة، وحجاب من نور، وحجاب من ظلمة، وحجاب من نور، وحجاب من ظلمة. وقال: بين العرش والملائكة 70,000 حجاب من نور. وفي رواية أخرى قال فيها: بين العرش والملائكة 70,000 حجاب من نور. وروي عن زرارة بن أوفى أنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام سأل جبريل عليه السلام: هل رأيت ربك؟ فانتفض وقال: إن بيني وبينه 70 حجابا من نور، لو دنوت من أدناها لاحترقت. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: احتجب الله عن جميع خلقه 4: بنار وظلمة، ثم بنور وظلمة، من فوق السماوات السبع، والبحر الأعلى فوق ذلك كله تحت العرش. وأخرج القرظي فقال: بلغنا أن بين الجبار عز وجل وبين أدنى خلقه 4 حجب، ما بين كل حجابين كما بين السماء والأرض، حجاب من ظلمة، وحجاب من نور، وحجاب من ماء، وحجاب من نار بيضاء. وقال وهب بن منبه: بين ملائكة حملة الكرسي وبين ملائكة العرش 70 حجابا من الظلمة، و70 حجابا من البرد، و70 حجابا من الثلج، و70 حجابا من النور،
غلظ كل حجاب منها مسيرة 500 عام، ومن الحجاب إلى الحجاب مسيرة 500 عام. روي عن ابن عباس أنه قال: خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة 100 عام، وقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش: اكتب. فقال القلم: وما أكتب؟ قال: علمي في خلقي. فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. وروي عن مالك بن دينار عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله لوحا أحد وجهيه ياقوتة، والوجه الثاني زمردة خضراء، قلمه النور، فيه يخلق، وفيه يرزق، وفيه يحيي، وفيه يميت، وفيه يعز، وفيه يفعل ما يشاء في كل يوم وليلة. قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. ذكرت سدرة المنتهى في القرآن الكريم مرة واحدة في سورة النجم. رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. والسدر هو شجر النبق، وهو شجر معروف لأهل الجزيرة. قال الماوردي في معاني القرآن: فإن قيل لما اختيرت السدرة لهذا الأمر دون غيرها من الشجر، قيل لأن السدرة تختص بثلاثة أوصاف: ظل مديد، وطعم لذيذ، ورائحة ذكية. فشابهت الإيمان الذي يجمع قولا وعملا ونية، فظلها من الإيمان بمنزلة العمل، وطعمها بمنزلة النية، ورائحتها بمنزلة القول. وقال القرطبي رحمة الله عليه: واختلف لما سميت بسدرة المنتهى، وذلك على أقوال تسعة. روي عن ابن مسعود أنه قال: ينتهي إليها كل ما يهبط من فوقها ويصعد من تحتها. والثاني أنه ينتهي علم الأنبياء إليها، ويعزب علمهم عما وراءها. والثالث أن الأعمال تنتهي إليها وتقبض منها. والرابع لانتهاء الملائكة والأنبياء إليها ووقوفهم عندها. والخامس سميت بذلك لأنه ينتهي إليها أرواح الشهداء. السادس لأنه تنتهي إليها أرواح المؤمنين. السابع لأنه ينتهي إليها كل من كان على سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى منهاجه. الثامن هي شجرة على رؤوس حملة العرش، إليها ينتهي علم الخلائق. التاسع سميت بذلك لأن من رفع إليها فقد انتهى في الكرامة. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الإسراء والمعراج الطويل، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثم عرج إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد
صلى الله عليه وآله وسلم. قيل: وقد بعث إلي؟ قال: قد بعث إلي. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلي. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. وفي رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من السماء فيقبض منها. وروي عن مالك بن صعصع الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر، وورقها كأنه آذان الفيول، في أصلها 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل عليه السلام فقال: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات. رواه البخاري. ولقد قيل في سدرة المنتهى أنها التي يأوي إليها أرواح المقربين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا أنت التواب الرحيم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم فرج عن أمة حبيبك محمد. اللهم أصلح أمة حبيبك محمد. اللهم ارحم أمة حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.